What are you doing? What? نجد أنه رمز العمل. How come you're not making any more noise? والعمل. What are you doing? ورمز دلني على السوق ورمز في العطاء والإنفاق والكرم. Ooh, what's that? رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضي الله عنه. وأي شرف أن يعلم الإنسان وهو يمشي على الأرض في الدنيا أن الله عز وجل قد رضي عنه. كلنا نتحرك في طوال أيام السنة نعبد الله عز وجل ونعمل صالحات من أجل ماذا؟ نشتري رضا الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن عوف بايع النبي صلى الله عليه وسلم. No, don't throw the ball at me. Here, you want the ball? عبد الرحمن بن عوف. There you go. من القلائل الذين صلى خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ورب بعض القلائل يستغربون من هذه المعروفة. Thank you. في غزوة تبوك. Here you go. على أبواب الشام. Here. غزوة تبوك. Thank you. Here you go. Here you go. Oh, no, you can't have my bracelet. Ooh. You pull me closer? No, be nice. No, no, no. فقام عبد الرحمن بن عوف وقدموه الصحابة رضي الله عنهم المسلمين في غزوة تبوك وكان بصلاة الفجر بعد نهاية الركعة الأولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وإذا بالصحابة هم يصلون فصلى النبي